بعد واحد السلسله ديال النتائج السلبيه اليوم كنبغي نبه على الجماهير البارانيسه بانها هي نهايه ديال السلسله السلبيه. كنطلبوا السماح من الجماهير البارنوسي ولا حتى المسؤولين اللي صراحه موفرين لنا جميع الظروف باننا نكونوا في الصفوف الاماميه. الحمد لله عرفنا بان حنا اللي كنا غالطين لاعبين، اليوم برهنوا بان راشد البرنوسي كتلعب كره حديثه. ملي رجعنا للستيل دو جو ديالنا برهنا وسيطرنا على المقابله. كنظن اليوم خاننا الحظ، هذه هي الكلمه نقدر نقول. نتمناو ان شاء الله تكون هذه هي البدايه ديال راشد البرنوسي، ولما لا ست مباريات لعبهم مباريات حاسمه. مازال طامعين في الصعود، لما لا كل شيء باقي ملعوب. نتمناو حتى النتائج ديال غدا يكونوا في صالحنا وان شاء الله يكون خير.